عرفنا الخبر بالليل عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب. ايه، واتفقت انا واصدقائي لي وطلعنا عند المجمع الفاتح، محل مجمع الباصات. عزة بطال، لاجئ سوري في اسطنبول، ما زال يحاول البحث عن عمل ثابت منذ أكثر من 5 سنوات، لكن شلل يده كانت ذريعة لإغلاق باب الرزق في وجهه. الأمر الذي دفع ابنه الصغير عمار لتولي مسؤولية إعانة العائلة والعمل يومياً بعد انتهاء المدرسة. صعوبات جعلت فتح الحدود بالنسبة للعائلة بارقة الأمل الوحيدة بمستقبل أكثر أماناً. فأنا أنه والله نروح نشوف حياة جديدة، نشوف أمور جديدة. وحكيت مع اولادي انه هيك القصه، اولادي كمان تفائلوا، خاصه عندي اطفال انه تفائلوا بالدراسه، وعندي مثلا طفلي بحب الدراسه وبحب الشغلات، وهون ما بسمح له الفرصه انه يقوي حاله بهالشيء هذا. لم ينم عزت تلك الليله محاولا لملمه تفاصيل حياته في اسطنبول ومتابعه توجيهات منسقي الرحله عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. يا شباب ان شاء الله بخير، طمنونا عنكم. يا شباب اذا في حدا بانقره بس خرج يبعث لنا، او حدا له قرايب بانقره، والله اريد منكم خدمه انسانيه. طبعا روجت معظم مجموعات التنسيق التي تنامت وتكاثرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلك الليله بان هذه الفرصه هي الذهبيه ويجب الاسراع لانتهازها. تقريبا شي الساعه 8 الصبح كانوا مجهزين امورنا، مجهزين اغراضنا، وانطلقنا. طلعنا من هون على مترو، من مترو نزلنا بالفاتح وطلعنا في الباصات، ووصلنا خبر من موقع الباصات عن طريق كمان الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. عرفنا الموقع وين وطلعنا. الباص مجاني، الباصات كلها مجانيه. طلعنا تقريبا احنا 5 باصات طلعنا ورا بعضنا. هنا تنتظر الحافلات لنقل من يشاء إلى حيث يريد. تركيا تقوم بما يقع على عاتقها من مسؤوليات في إطار قانونها الخاص والقانون الدولي. تصريحات رئيس ديوان المظالم لحقتها أخرى من رؤساء بلديات تركية كشفت بالدليل القاطع ماهية الجهة المسؤولة والممولة لعمليات نقل اللاجئين، وهو ما لا يمكن حدوثه دون مباركة حكومة أنقرة. قررنا أن نقوم بنقل اللاجئين إلى مدينة أدرنا الحدودية مجاناً، وبإمكان اللاجئين الراغبين بالذهاب أن يسجلوا أسماءهم لدى المختار أو لدى البلدية، ومهما كان عددهم نحن جاهزون لنقلهم. طبعاً وصلنا إلى حدود اليونان مثل ما اللي شايفين. رح نطلع مشي هلأ، 5 باصات، أكثر من 200 شخص موجود. لكن بوصول الحافلات إلى الحدود مع اليونان ترك اللاجئون ليواجهوا مصيراً مجهولاً. في شباب أو في عائلات، العائلات أغلب العائلات لسه ما طلعوا، حالياً عم يطلعوا الشباب. هو تركيا ميقول لك اطلع عادي، روح تركيا، بس بده السوريين يطلعوا من هون. ايوه بده يخلص منهم، بس هلا في ناس عم بيجوا 2000 1500 كيلو من منطقه لمنطقه الحدوديه، عم يضلوا 4 5 ايام على الحدود، بالاخر شيء عم يتبهدلوا. بعد ما وصلنا لهون انصدمنا بالموضوع هذا. نحن كانوا عم يقولوا لنا بدنا نطلع، سمعت شيء وشفت شيء مقلوب 180 درجه. العلامه اللي عم تطلع من هون ما بتطلع من طيبه، من موته العالم اللي بتطلع.